يعني فوق ما واحد مريض وتعبان كلش، تجيك ناس تافهة، ناس مريضة، ناس ما عندها غير ينزلون صورك ويكتبون إلى رحمة الله وماتت لأنه كانت تشوف والله كانت تحتسي الخمر في الآونة الأخيرة لكم. انتو حتى الميت ما يخلص منكم، لكم انتو ما حد يسلم من لسانكم ومن كذبكم ومن تلفيقكم. يا ربي وان شاء الله بذمة كل شخص، اي واحد حكى علي واي واحد حكى علي بالموزين واي واحد يطلع اشاعات على العالم، ان شاء الله تطلع بي وباهله. ما ارد اقول امين لا الناس العايشة واللي تشتم الهواء خلصانة من لسانكم، ولا الميت ارتاح من لسانكم. ناس حياتكم بس كذب، حياتكم بس نفاق، انتو عايشين حتى تباعون على فلان وعلان ايش دي يسوون، انتو عيشتكم بس تتفرجون على العالم.